ذكر حجاج كرمان خبر وفاة السلطان أبي كليجار المرزبان بن سلطان الدولة البويهي من سلاطين البويهيين في فارس والعراق. نازعه في الحكم عمه أبو الفوارس، واستمرت المعارك بينهما زمنا طويلا ثم تصالحا. بعد وفاة ابن عمه السلطان جلال الدولة تملك بغداد، وامتدت دولته لتشمل فارس والعراق. وقعت عدة حروب بينه وبين السلطان السلجوقي طغرل بيك، ثم تم الصلح بينهما واستقرت الحال. وتزوج طغرل بيك ابنة أبي كليجار، كما تزوج ابن أبي كليجار بابنة أخي طغرل بيك. توفي عن عمر ناهز 40 سنة ونيف، وملك بعده ابنه الرحيم البويهي.